جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسالكم شيخ صالح عن بناء القبور بالطوب الاحمر او البلوك الاسمنتي، هل ذلك جائز ام انه محرم وفقكم الله؟ اذا لم يوجد غيره فلا مانع من بنائها به، لانها تدعو الحاجه الى ذلك. اما اذا وجد غيره من الطين القوي او الحجاره فهي اولى. نعم.